تجسيدا للقيمة الحضارية والوطنية للصناعات الحرفية والرعاية التي حظي بها الحرفي العماني، أقيم معرض حرف عمان الذي يعتبر حدثا سنويا يستقطب المؤسسات الحرفية وأصحاب التراخيص المنزلية والحرفيين. هذا المعرض يعتبر من المعارض السنوية اللي تقيمها الهيئة بشكل مستمر للترويج والتسويق للصناعات الحرفية العمانية والمشتغلين والعاملين والمهتمين بالقطاع الحرفي في السلطنة، حيث أن الهيئة تسعى من ذلك لإكساب أصحاب الحرف التقليدية مهارات حرفية. الحمد لله نفس هذا المعارض يعني تدعمنا وتكون حافز و يعني كحافز لنا لنقدم هذه المنتجات ولبيعها وتسويقها. بمشاركة فاعلة من مختلف أطياف المجتمع، تضمن المعرض أركاناً للصناعات الحرفية وأركاناً خاصة بالفنون التشكيلية والمرسم والأسر المنتجة والمشاريع الطلابية، إلى جانب عروض المسرح وبعض الفنون التقليدية. مشاركين في هذا المعرض يوم الحرفي العماني، وهذا افتخار حنا في المشاركة وتشجيع للحرفيين داخل السلطنة، ونشكر حكومتنا الرشيدة على الدعم دائما في هذه المشاركات. هذا المعرض يفيدني كطالبة في تنمية مواهبي ومهاراتي وأن أنطلق في سوق العمل. مواصلة لمسيرة التقدم الذي تحقق للقطاع الحرفي من خلال التطور المرحلي والنقلة النوعية لهذا المجال، وصولا إلى قطاع حرفي متكامل وفق رؤية عمان 2040. منصة مثالية يمثلها معرض حرف عمان، وذلك لعرض المنتجات الحرفية الفريدة والمتنوعة، وذلك لتعزيز القيمة الفنية والثقافية، مما يسهم في زيادة وتوسيع نطاق الأعمال الريادية. بلقيس بنت خليفة المكتومية، ولاية صحار، بمحافظة شمال الباطنة.